يسعد اوقاتكم اصدقائي. جولتنا اليوم راح تكون من افضل واجمل مدينة ملاهي في اسطنبول الاوروبية في منطقة فلوريا المطلة على شاطئ البحر. منطقة كثير حلوة بنصح الكل يزورها. مدينة ملاهي كثير كبيرة موجودة في منطقة فلوريا. كمنا شايفين اصدقائي فيها كل شيء بيخطر على بالها. لكل العرب القادمين والمقيمين في تركيا بنصح الكل يزور هاي هي مدينة ملاهي في منطقة فلوريا. كمنا شايفين العاب للاطفال الكبار والصغار. الدخول مجاني، اما سعر التذكرة للشخص على كل لعبة موجودة 40 ليرة تركية. طبعا في مكان مخصص لركوب السيارات كمان شايفين اصدقائي. اللي بحب هاي الهواية هو هاي ركوب السيارات، سيارة السباق كمان موجودة داخل مدينة الملاهي. ألعاب كثير حلوة. هذا هو قطار الموت بديكن عليه. حرفكن كل شيء موجود داخل مدينة الملاهي في منطقة فلوريا. أصدقائي راح أحط لكم موقع مدينة ملاهي في صندوق الوصف. طريقة الوصول، طريقة الوصول داخل صندوق الوصف. كما أننا شايفين ألعاب كثير حلوة للكبار والصغار. راح أقضي نهار كامل كثير حلو أنت والعائلة. لكل القادمين إلى تركيا إلى مدينة اسطنبول بالأخص لكل العرب والسياح. الأطفال مثل ما خبرناكم سعر تذكرة كل لعبة 40 ليرة تركية. هي ألعاب السيارات الزحام زي ما أنا شايفين. راح أخذكم على محل قطع التذاكر لنشوف مع بعض الأسعار. هذا هو البحر فلوريا زي ما أنا شايفين. ما شاء الله منطقة كتير حلوة كثير من العرب والسياح يتواجدوا لهالمنطقة منطقة فلوريا في اسطنبول الأوروبية. شوف الازدحام. طبعا هدول العربات كمان آجار. هاي السيارات
في شخص بقدر يطالع معه شخصين بكل سيارة، يعني بطاقة لكل سيارة 40 ليرة، يعني شخصين فيهم يطلعوا من نفس السيارة ب40 ليرة بطاقة واحدة. يعني محل ما بقطعوا التذاكر كما احنا شايفين 40 ليرة 3 ليرة. فرجيكم اسم المنطقة من برا، الأجواء كثير حلوة مدينة اسطنبول ما شاء الله. شوف الناس، الأجواء كثير حلوة في مدينة اسطنبول، أجواء دافئة صيفية. بنصح الكل يزور هاي المنطقة، منطقة فلوريا في اسطنبول الأوروبية. رح أعطيكم الموقع أصدقائي بصندوق الوصف، إن شاء الله الكل يستفيد منه. فيكم تقضوا نهار كامل بهاي المنطقة في مكان مخصص للسباحة على بعد تقريبا 500 متر من مدينة الملاهي. شاطئ رملي كثير حلو ونظيف. شوفوا الجسر، بعد الجسر راح يكون الشاطئ الرملي، وفي مول كمان فيكم تزوروه في هاي المنطقة. المول ان شاء الله راح اصور لكم اياه بالفيديو الثاني. كونوا معنا بكل جديد ان شاء الله في مدينة اسطنبول. راح نزلكم كل شيء ان شاء الله بفيد الجاليات العربية المقيمة والقادمة إلى تركيا. نهاية الفيديو أصدقائي، بتمنى منكم أنكم تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.